أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، ونستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان. ونبتدئ بإذن الله المحاضرة الرابعة في الكارديو فاسكولار سيستم، وهي خاصة ببقية الأرتيريال بلاد بريشر ريجوليشن والفينس سيركوليشن. وكعادتنا بنحب نبتدي بال المالتيبل تشويس كويشنز، وهي كانت على المحاضرة الماضية اللي هي الخاصة بالنيرفس ريجوليشن. كنا قلنا ان النيرفس ريجوليشن كان فيه خمسة ريسبتورز موجودة في الكارديوفاسكولار سيستم، فنقولهم دلوقتي الأسئلة عليهم، وأنا حرصت إن أنا أجيب لكم النقاط اللي هي المهمة اللي ممكن تلخبط. فإحنا الخمسة ريسبتورز دول اللي قلنا إن فيهم اتنين بريشر ريسبتورز، أرتيريال بار ريسبتورز أو هاي بريشر ريسبتورز، وإيتريال أو فوليوم ريسبتورز اللي هي لو بريشر ريسبتورز، الاتنين بريشر، وفي اتنين كيمو ريسبتورز اللي هما سنترال بريفرال كيمو ريسبتورز وبالمونري كيمو ريسبتورز، واخر واحده نمره خمسة كانت الليفت فينتريكولار ريسبتور اللي هي بتشتغل ككيمو كميكانو، يعني اتنين بيشتغلوا بالبريشر ارتيريال وايتريال ريسبتورز اللي هما ميكانو ريسبتورز، واتنين بيشتغلوا ككيمو سنترال وبريفرال كيمو ريسبتورز وبالمونري كيمو ريسبتورز، والليفت فينتريكولار ريسبتور بتشتغل بوث اس كيمو اند ميكانو. وانا نقلت لكم الحقيقه مجموعه اسئله يعني تحتاج انك تركز فيها لان الاخطاء فيها كثيره. فاول معلومه بيقول لنا which receptor، اي ريسبتور فيهم send excitatory impulse. كنا قلنا ان الخمسه بيبعتوا inhibitory impulses ما عدا البريفرال كيمو ريسبتور، وعليه الاجابه الصحيحه في واحد هتبقى بي. طيب البفر نيرفز ار اتاتشد تو، كنا في الخمسه يعني عندنا في تو ريسبتورز بس بيبقوا متصلين بالبفر نيرفز اللي هم الارتيريال بارو ريسبتورز والبريفرال كيمو ريسبتورز، وهم هنا مش موجودين ضمن الخمسه، وعليه تبقى الاجابه الصحيحه none of the above. السؤال الثالث which receptors act as chemo and mechano receptor. احنا عارفين ان في اثنين بيشتغلوا ككيمو ومكانو ريسبتورز، الليفت فينتريكولار ريسبتورز والبالمونري كيمو ريسبتور اللي هي الجي ريسبتور، فاللي موجود منهم قصادنا هنا هو الليفت فينتريكولار ريسبتور، وعليه الاجابه الصحيحه تبقى ايه. السؤال الرابع بالمونري كونجيشن ستيميليتس انهي ريسبتور، مين اللي بيشتغل كمونيتور كمرقاب بيراقب كميه الدم في البالمونري كابيلاري، اسمه يدل عليه اللي هو جاكستا يعني بجوار بالمونري كابيلاري ريسبتور او جي ريسبتور، وعليه الإجابة الصحيحة هتبقى B اللي هو الجي ريسبتورز. سؤال الخامس والأخير regarding arterial bar receptors all are correct except إن هم attached to buffer nerves، إجابة صحيحة، موجودين في الكاروتيد ساينس صح مش في الكاروتيد باديز، ما تغلطش، الكاروتيد باديز ده البريفرال كيمو ريسبتورز، stimulated by pulse pressure صح، و arterial blood pressure pulse pressure، انما stop sending impulses above 160 مليمتر مركوري غلط، هما لما بيوصل pressure 160 ال impulses بتوصل للماكسيمم، بيبقوا ماكسيمال استيميليتد عن 160 لكن مش بيتوقفوا عن 160 مليمتر مركوري. وعليه الاجابات، السؤال الاول هيبقى B for baby، الثاني D for daddy، الثالث A for alpha، الرابع B for baby، الخامس D for daddy. زي ما قلنا احنا النهاردة هنعمل آتي يا أولاد، هنستأنف الـ regulation of arterial blood pressure، كان فاضل لنا فيه جزئين اللي هما الـ intermediate well slow regulation، وهنتكلم النهاردة على الـ venous circulation. فنتوكل على الله ونبتدئ بال انترميديت ريجوليشن. الانترميديت ريجوليشن ده لوحده بيجي سؤال تبقوا عارفينه. في ثلاث حاجات مسؤوله عن الانترميديت ريجوليشن. احنا قلنا الرابيد هو النيرفس اللي هم كانوا سبعه، خمس حاجات في الكارديو فاسكولار سيستم ريسبتورز،
وريسبتورز اوتسايد ذا كارديوفاسكولار سيستم وهاير سنترز. النهارده هنتكلم على الانترميديت واللونج ريجوليشن، ودول ما بياخدوش وقت لان هم لوحه واحده جاست وان بيج يا ولاد. فهنبتدي بال انترميديت ريجوليشن او الانترميديت ميكانيزم. ففي عندك ثلاث عناوين هتقولهم. اول عنوان اللي هو الستريس ريلاكسيشن او الديليد كومبلاينس، ولاني عاوز اتقدم واقول لكم كميات كبيره في وقت محدود، فدي احنا شرحناها في محاضره سابقه في اول محاضره في الكاردو في الفاسكولار سيستم، الستريس ريلاكسيشن او الديليد كومبلاينس، واللي هو قلنا اكتر في الفينز منه في الارتريز. فدي ديسكاست من المحاضره السابقه، اول محاضره في الفاسكولار. تاني حاجه عندنا الكابيلري فلويد شيفت ميكانيزم. فانا كنت قلت لكم حاجه لطيفه جدا، ان الحله البخاريه اللي موجوده عندنا في المنزل ايه اللي بيمنع انفجارها؟ ان هم حاطين فيها يعني سيفتي فالف، بحيث لو الضغط زاد جوه الحله البخاريه جدا بيتفتح هذا السيفتي فالف وبيتدفق الضغط الزائد للبخار من خلالها. نفس الميكانيزم عندنا هنا، انهي جزء في السيركوليشن هو اللي فيه ثقوب يمكن ان يتدفق من خلاله البلد اللي هو الكابيلاريز. الكابيلاريز ده المكان الوحيد اللي بتسمح بالاكتشينج اللي فيها بورز اور فينستريشن. فالميكانيزم اسمه كابيلاري فلويد شيفت ميكانيزم، كابيلاري فلويد شيفت ميكانيزم. وتعالى نقراها كده بهدوء. لو زاد الارتيريال بلاد بريشر في الارتريز 100% هيزيد الكابيلاري بريشر في الكابيلاريز. يبقى مش معقول هيزيد الضغط في الارتريز ومش هيزيد في الكابيلاري اللي وراها. فزياده الارتيريال بلاد بريشر هتؤدي الى زياده في الكابيلاري بريشر. طب والكابيلاريز يا اولاد قلنا اكستشينج فيسلز بتسمح بالاكستشينج، فهيزيد الفلتريشن، هيخرج فلويد كتير من الكابيلاريز، وعليه حجم الدم هيتقلص لما يخرج ميه، وعليه الارتيريال بلاد بريشر هيرجع باك تو نورمال. يبقى طريقه جميله جدا وسهله قوي. يبقى ايه اللي حصل لما الارتيريال بلاد بريشر زاد؟ حصل ان الكابيلاري فلويد از شيفتد تو ذا اوتسايد، فعشان كده سموها كابيلاري فلويد. اقراها معايا وافهم العنوان شيفت ميكانيزم، لان الكابيلاري فلويد حصل لها شيفت، خرج بره. والعكس صحيح فايس فيرس، ان هو يحصل تيشو فلويد شيفت ميكانيزم. يعني تعالى نشوف، لو انا بتخيل معايا لو نقص الارتيريال بلاد بريشر يبقى بالتبعيه هينقص الكابيلاري بريشر. في الحاله دي بقى مش هيحصل فلتريشن، بالعكس التيشو فلويد هتدخل الكابيلاري، هيحصل مور ريابزوربشن في التيشو فلويد، هيحصل تيشو فلويد شيفت تو بلاد، فيزيد حجم الدم وعليه يزيد الارتيريال بلاد بريشر. ثالث ميكانيزم في الانترميديت ميكانيزمز اللي هو الرينين انجيوتنسين سيستم، او اختصاره الراس. الراس ده اختصار رينين انجيوتنسين سيستم، هنشرحه باذن الله في المحاضرات القادمه، فمش عاوز اكرر الشرح مرتين، فهسيبه لما نشرحها في اوانيها. يبقى لو جالك سؤال الانترميديت ميكانيزمز هتشرح فيه ثلاث حاجات: ستريس ريلاكسيشن، كابيلاري فلويد شيفت ميكانيزم، والراس. نيجي بقى لللونج تيرم ميكانيزم، يعني ده قطع واحد. طب انا علمتكم حاجه مهمه جدا، لما يقول لك مين اهم ميكانيزم في ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر ما تترددش، تملي الابطا هو الاكثر اهميه، يبقى الموست امبورتنت هو اللونج تيرم ميكانيزم. ليه بقول الكلام ده؟ لانه ساعات بيجي لك السؤال في النظري مش ديسكاس شيئا بعينه، لا هو بيقول لك ديسكاس ذا موست امبورتنت ميكانيزم ان ذا ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر. الغلطه المشهوره ان الطلبه تاخدها بالشبر، اكتر حاجه اتكلمنا عليها هي مين؟ هي الرابيد ريجوليشن. فالطلبه تتكلم عن رابيد ريجوليشن ويضيع وقت طويل جدا انها خدت محاضره كامله وفي الاخر ياخد صفر. الموست امبورتنت ريجوليشن في اي حاجه مش هنا بس، هي ابطا حاجه اللونج تيرم ميكانيزم.
وعلمتها لكم مأخوذة من المثل الإنجليزي slowly but surely، الحاجة البطيئة هي الأكثر تأكيدا. طيب اللي هما مين بقى اللونج تيرم ميكانيزم؟ اللي هما إنتاج مشترك ما بين الهرمونز والكيدني، يعني الهرمونز أكت على الكيدني عشان تأجست الإكسترا سيلر فلويد، وعلى وجه التحديد البلازما فوليوم، وعليه الأرتيريال بلاد بريشر. طالب قال لي طب من فضلك ادينا مثال، مين اللي بيظبط الضغط بتاعنا day on day off month on month off؟ هو الكيدني الهرمونز. ازاي؟ بان هما بيضبطوا حجم الدم، بيخلوا حجم الدم مواكب لحجم السيركوليشن عشان الضغط لا يعلى ولا يوطي، لان الكيدني عن طريق الهرمونز في ايدها انها لو حجم الدم زايد عن سعة السيركوليشن تنزل بول كتير، حجم الدم قليل عن سعة السيركوليشن والبريشر هينهار تنزل بول قليل وتحتفظ بالفلويد. وحكيت لكم القصة وبقولها تاني، في عجالة بتاع راجل مش طبيب، مستشار صديق، يقول لي يا دكتور تعالى قيس لي الضغط انا حاسس انه عالي. اقول له عرفت ازاي؟ الضغط ده ما بيتحسش. هو ابتدى يربط العلاقة انه لقى نفسه بينزل بول كتير، وهو عارف لما بينزل بول كتير ويقصله الضغط يبقى الضغط عالي. يعني هو فهم العلاقة ان الكيدني ازاي بتظبط الضغط، لما تلاقي الضغط عالي تنزل بول كتير، فحجم الدم يتقلص على وجه التحديد. انهي حجم؟ البلازما اللي هو الاكسترا فلويد، هو ده اللي بينزل، ما بينزلش ار بي سيز، وبالتالي يتظبط الضغط. يبقى ازاي الهرمونز والكيدني بتعمل اللونج تيرم ميكانيزم اوفر دايز اند اوفر مانس؟ عن طريق انها بتظبط حجم الدم، على وجه التحديد بتظبط البلازما فوليوم اللي هو جزء من الاكسترا سيلر فلويد. طيب في اربعه ميكانيزمز، انا عشان اقولها لكم بطريقه لطيفه واحب جدا النظام عشان تفتكروها، فعندي تو ميكانيزمز بيشتغلوا لما الضغط يزيد، وتو ميكانيزمز بيشتغلوا لما الضغط يقل. حلوه كده عشان تتذكرها بسهوله. تعال نشوف لما الضغط يزيد الكلية هتعمل ايه؟ حاجتين، ولما يقل هتعمل ايه؟ حاجتين تانيين. نفرض لو الضغط زاد الكلية هتعمل ايه؟ حاجه اسمها رينال بريشر ناتريوريسيس، دي البيزك والموست باورفول، دي اهم واحده. يعني لو زاد الضغط، يعني ايه ناتريوريسيس؟ نيتريام قلنا يا اولاد يعني صوديوم، بدليل رمز الصوديوم كان ان ايه. لو كنت فاكر الصوديوم الرمز بتاعه كان بيبقى ان ايه اهو. فلما الضغط يزيد الكلية بتعمل ناتريوريسيس، يعني بتعمل ايه؟ بتعمل يوريسيس، يعني دايوريسيس، يعني اضرار للميه والملح. لما الضغط يزيد بيحصل الكلية بتنزل ملح وميه كتير، بتزود الصوديوم والووتر اكسكريشن، وعليه لما تنزل ميه وملح كتير هيقل الاكسترا سيلر فلويد فوليوم، وعليه يقل الارتيريال بلاد بريشر. تصور this very simple mechanism هي اهم ميكانيزم في اهم طريقه اللي هو اللونج تيرم ريجوليشن. very simple، لو الضغط زاد، لو الارتيريال بلاد بريشر زاد، الكليه تزود الاكسكريشن بتاع الصوديوم والووتر، فحجم الاكسترا فلويد وبالتالي البلازما فوليوم اللي هو جزء من الاكسترا يقل، فالارتيريا بلاد بريشر يقل، فسموها رينال بريشر ناتريوريس. طب حاجه تانية، لو الضغط زاد كنتيجه لزياده الاكسترا فلويد فوليوم، قلناها قبل كده، كان مين اللي بيتنبه لزياده الفوليوم؟ الاتريوم، السنترال فينوس بريشر، الضغط في الاتريوم في الاوزيم في الهارت بيزيد، فالاتريوم يطلق هرمون يروح يشتغل على الكلية يخليها تنزل مياه وملح. حتى اسمه جميل قوي، اسمه اتريال، يعني انه طالع من الاتريوم، اتريال ان يعني ناتريوريتك، يعني ينزل صوديوم وبالتالي مياه، بيبتايد تركيبه بيبتايد، يبقى اتريال ناتريوريتك بيبتايد، ده اسمه بالشكل ده، اتريال ناتريوريتك بيبتايد. يبقى بيطلع من الاتريوم بيعمل ناتيورسيس، يعني بينزل صوديوم وبالتالي ميه وتركيبه بيبتايد. يبقى لو زاد الاكسترا فلويد
الاتريم بيطلق بيزود الاتريال انتيتيك بيبتايد اللي بتزود الصوديوم والووتر اكسكريشن والبريشر انتريس بتاع الكليه فتقلل ارتيال بلاد بريشر. ومره اخرى سؤال شافه ومهم محدش بيجاوب، لما اقول لك هل الهارت بيطلق هرمون؟ اصل انت معتاد الهرمونز، الهرمونز بتطلع من الغدد الصماء. لا، الهارت بيطلق هرمون تركيبه بيبتايد من الاتريوم اسمه اتريال انتيتيك بيبتايد. هذا الهرمون يروح يشتغل على الكليه لما يلاقي البريشر في الاتريا زاد، اللي هو السنترال فينوس بريشر، الاكسسوار فلويد فوليوم زاد وبالتالي الضغط زاد، فيعمل صوديوم اند ووتر اكسكريشن فينقص الضغط. طيب ده لو الضغط زاد، تعال نشوف بقى لو الضغط قل. لو الضغط قل يطلع عندنا تو هرمونز ثانيين يحتفظوا بالميه وبالتالي يزودوا الضغط. اول واحد اللي هو اسمه رينين انجيوتنسين سيستم، الرينين انجيوتنسين سيستم هندرسه في اوانيها، اجلناها ده في الانترميديت وبناخده هو هو في اللونج، يعني بيتقال مرتين، مره مع الانترميديت ومره مع اللونج. وهرمون تاني اسمه فازوبريسين او انتي دايريتيك هرمون، لو قل الاكسسوار فيود فوليوم بيطلع هذا الفازوبريسين. ازاي بيطلع؟ لو قل الاكسسوار فيود فوليوم بيبقى السنترال فينوس بريشر، بريشر في الرايت اتريوم بيبقى قليل. تخيل لو حجم الدم قليل يبقى البريشر في الرايت اتريوم اللي هو السنتر بتاع كل الفينز فيسموه السنترال فينوس بريشر بيقل. ما هو الاكسسوار فيود قليل يبقى الدم اللي في الاتريوم قليل، السنترال فينوس بريشر قليل، فالاتريال تبطل تبعت انهبيتوري امبلس. فاكر ما كل الريسبتور كانت بتبعت انهبيتوري، فيطلع الانتي دايريتيك هرمون او الفازوبريسين انتي دايريتيك لانه ضد ادرار البول، بيمنع ان احنا ننزل بول، بيعمل بالعكس ووتري ابزوربشن في الكيدني، ووتري ابزوربشن فيزود الاكسسوار فلويد فوليوم وعليه يزود الضغط. يبقى الموست امبورتنت ميكانيزم في ريجوليشن ارتيال بلاد بريشر نقولها مع بعض هو مين؟ الرول اوف كيدني، او على وجه التحديد اكثر الهرمونز اكتنج على الكيدني. طب ازاي بتضبط الضغط؟ انها بتضبط الاكسترا سيلر فلويد فوليوم، على وجه التحديد البلازما فوليوم، ليواكب حجم السيركوليشن. فلو الضغط زاد بتطلق، بيبقى فيه تو هرمونز بيشتغلوا على الكليه او هنا وان هرمون اسف، الكليه نفسها لما الضغط بيزيد بتعمل رينال بريشر ناتوريسيس. لما الضغط بيزيد ده البيزك والموست ميكانيزم من غير اي هرمونز، عشان كده بنقول الرول ده اساسا هو رول في كيدني، لان في وان رول منهم بدون هرمونز. لو الضغط زاد، وده البيزك والموست باورفول ميكانيزم، لو الضغط زاد الكليه تنزل ميه وملح كتير، فالاكسترا فلويد فوليوم يقل اللي من ضمنه البلازما فوليوم، فالضغط يقل. وبعدين الاتريوم بتاع الهارت يطلق بيبتايد بيعمل ناتوريسيز، ينزل ناتريوم يعني ملح، ينزل ملح وبالتالي ميه، وبالتالي الاكسترا فلويد فوليوم يقل وبالتالي الارتيال بلاد بريشر يقل. ده لو الضغط زاد. طب لو الضغط قل، تو هرمونز يروحوا يشتغلوا على الكليه يحافظوا على الميه. هندرس واحد منهم مع الرينال الرينين انجيوتنسين سيستم اللي هو اختصاره راس، ده هنشرحه بطريقه جميله قوي قوي، كل حاجه في اتنين. وهرمون اخر اسمه حتى يقول انا ضد ادرار البول، انا انتي دايريتيك، وبيعمل فازو كونستريكشن فبيسموه فازو بريسين، وده هندرسه بالتفصيل برضه بعد محاضرتين باذن الله. ده لما بيلاقي الضغط قل فعاوز يزود حجم الدم عشان الضغط يزيد، فبينطلق عشان يخلي الكليه تعمل ووتري ابزوربشن فيزود الاكسسوار فلويد فوليوم اللي هو البلازما فوليوم، وبالتالي يزود الضغط. ده كان بقيه ريجوليشن اوف ارتيال بلاد بريشر. نبتدي بقى النهارده موضوعنا الجديد بعد ما خلصنا الارتيريال ناخد الفينس سيركوليشن. يبقى خلصنا ارتيريال ناخد الفينس، الارتيريال اهم طبعا. تدي الفينس سيركوليشن دي يعني موضوع اسهل قليلا. اول سؤال الشافعي يسالك وات ار ذا فانكشنز اوف فينز، الفينز لها او بتعمل يعني حاجتين الفينز بتعملهم. اول حاجه ترانسبورت فيسلز، يعني لو سالنا طفل يا بابا ما هي وظيفه الاورده، يقول يا عمو الاورده بتجيب الدم من التيشوز وتوديها للقلب، يبقى اذا هي ترانسبورت فيسل، يبقى دي الاجابه اللي هيجاوبها يعني طفل
ان الفينز تعمل بترانسبورت الدم من التيشوز توديها باك تو ذا هارت. طب عشان ما تبذلش مجهود كتير عشان تكونسيوم ليس انرجي، ربنا خلى الفينز عندها اقل ريزيستنس، ليس ريزيستنس، عكس الارتريولز. الارتريولز كانت ريزيستنس فيسلز، الفينز ريزيستنس عندها قليل. طب تاني حاجه، تاني وظيفه الفينز انها كومبلاينس فيسلز، عندها فيري هاي كومبلاينس، تقدر تشيل دم كتير. فاكر كنا قلنا 60-70% من حجم الدم، 2/3 تلتين حجم الدم موجود في الفينز، لانها عندها هاي كومبلاينس. يعني ايه هاي كومبلاينس؟ يعني ممكن تحتفظ بحجم كبير جدا من الدم، تلتين حجم الدم بزياده ضئيله في البريشر. ادي معنى انها كومبلاينت فيسل، تقولها صح اما يسالوك فيها، تقول انها دي كان اكوموديت 2/3 اوف بلاد with minimal increase in pressure. ده كان سؤال للأطفال. تدي النقطة التانية، الموضوع التاني في الفينوس سيركوليشن، فينوس بريشرز. عندي نوعين من الفينوس بريشرز، سنترال فينوس بريشر و بريفرال فينوس بريشر. يبقى في سنترال وفي بريفرال. تدي السنترال فينوس بريشر، أنا فاكر كنت قلت لكم إن مين هو السنتر بتاع كل الفينز؟ الرايت اتريا. لان كنت قلت لكم ان السوبيرو فينا كافا، الوريد الاجوف في العلوي، بيجيب الدم من الجزء العلوي في الجسم ويوديه للرايت اتريا، ومثله الوريد الاجوف السفلي الانفيرو فينا كافا، يجيب الدم من الجزء السفلي بالجسم ويوديه للرايت اتريا. فاصبح البريشر في الرايت اتريا، افتح ودانك، بيمثل السنتر بتاع كل الفينز. فالبريشر فيه بيمثل السنترال فينوس بريشر. يبقى من هو السنترال فينوس بريشر؟ سؤال مهم جدا، هو الرايت اتريال بريشر. وفاهم ليه؟ لان الرايت اتريوم هو السنتر بتاع كل الفينز. السوبيرو فينا كافا اللي هو اهم وريد بيجيب الدم من فوق، والانفيرو فينا كافا اهم وريد بيجيب الدم من تحت، انفيرو بيصب في الرايت اتريوم. فاصبح الرايت اتريوم يمثل السنتر بتاع كل الفينز، وعليه البريشر في الرايت اتريوم يمثل السنترال فينوس بريشر. يبقى السنترال فينوس بريشر هو الرايت اتريال بريشر. معلومه ثانيه، طب نورمالي كام السنترال فينوس بريشر؟ فاكر البريشر بتاع الاتريال بريشر تشينجز في الكارديك سايكل كانت موجوده تحت اراوند زيرو، فهو بيتراوح، طبعا بيزيد ويقل، يتراوح ما بين 0 و2 مليمترز مركوري. خليك الرقم اللي هنستخدمه 0. عشان كده حتى كنت قلت لكم، هو ليه ربنا حط اغلى حتت في القلب الاس انود والايفي نود في الرايت اتريوم؟ عشان البريشر فيه زيرو، فما فيش اي ضغط هيبقى عليهم، لان الضغط ده بيقلل الفاسكولاريتي، الدم اللي رايح للنسيج. عشان كده ربنا اختار الرايت اتريوم يحط فيه اغلى حتت في القلب اللي هو الاس انود والايفي نود، لان البريشر فيه زيرو. ثالث نقطه في السنترال فينوس بريشر، اللي هو السيجنيفيكانس بتاع السنترال فينوس بريشر، ان ده المين فينتريكولار فيلينج بريشر. يعني الفنتريكل بيتملي من الرايت اتريوم، فكل ما الرايت اتريوم بريشر فيه زاد الفنتريكل يتملي اكتر. يبقى ده اهم فينتريكولار فيلينج بريشر، الفنتريكل يتملي من الاتريوم، فكل ما زاد البريشر في الاتريوم يتملي الفنتريكل اكتر. يبقى ده المين فينتريكولار فيلينج بريشر. طيب تاني حاجه، احنا مش يعني، او ممكن نعتبرها مين بس تعبير مش دقيق قوي، هو المين فينتريكولار فيلينج بريشر. طب تاني حاجه، انه بيتحكم في الفينوس تير، لان الفينوس تير دم عائد من الفينز رايح للرايت اتريوم، فبيتناسب مع فرق الضغط في الفينز اللي هو هنسميه بعد شويه مين سيستميك فيلينج بريشر، والبريشر في الرايت اتريوم اللي هو موضوعنا اللي هو السنترال فينوس بريشر. اهو الفينوس تير دايركتلي بروبورشنال لفرق الضغط في الفينز اللي هو اسمه مين سيستميك فيلينج بريشر، وفاهمها لك بعد شويه ليه سموه كده، ناقص البريشر في الرايت اتريوم اللي هو السنترال فينوس بريشر. يبقى لو زاد السنترال فينوس بريشر فرق الضغط هيقل، وعليه الفينوس تير هيقل. مش احنا كنا قلنا يا اولاد ان الفلو في اي تيوب بيعتمد على فرق الضغط بين جانبي التيوب؟
طب ما هو الفينس ريتيرن ده يمكن اعتباره فلو دم جاي من الفينز رايح للرايت ايتر، يبقى يتوقف على فرق الضغط في الفينز عنه في الرايت ايتر. الضغط في الفينز اسمه هنعرف بعد شويه ليه مين سيستميك فيلينج بريشر، اما الضغط في الرايت ايتر اللي هو اسمه سنترال فينس بريشر. لو زاد السنترال فينس بريشر يبقى فرق الضغط هيقل، هيقل الفينس تاب. ثالث اهميه ان السنترال فينس بريشر او الرايت ايتر بريشر هو ده البيست اندكس اوف بلاد فوليوم. عارف عندنا بعض اوض العمليات في اثناء العمليه يحطوا جهاز الضغط حوالين ذراع العيان، ليه؟ يقول لك عشان لما العيان ينزف، لما يلاقي ضغطه قل يبقى العيان نزف كتير نديله دم. الارتيريال بلاد بريشر للاوائل، الارتيريال فيري راف راف اندكس للبلاد فوليوم. مين احسن اندكس للبلاد فوليوم؟ البريشر في الرايت ايتر اللي هو السنترال فينس بريشر. عشان كده حتى ان في العمليات دلوقتي بيروحوا جايبين كاسيتر صغيره كده يدخلوها في الجاجولار فين، بتتسقط اوتوماتيكالي، مفيش ولا فالف فوق، تسقط في الرايت ايتر وتقيس البريشر في الرايت ايتر. ده البيست اندكس للبلاد فوليوم. لو قال يبقى العيان نزف تديله دم، مظبوط يبقى العيان ما نزفش. يبقى مين البيست اندكس للبلاد فوليوم؟ سنترال فينس بريشر. بدليل هقول لكم حاجه لطيفه، انه كنا سمينا الايتر ريسبتور فوليوم ريسبتورز، دلوقتي فهمتوها ليه؟ لان البيست اندكس للفوليوم اوف بلاد هو السنترال فينس بريشر اللي هو الرايت ايتر بريشر، عشان كده سموا الايتر ريسبتورز فوليوم ريسبتورز. هي ربنا بيقيس بيها الفوليوم، واحنا استغلنا المعلومه بقينا في العمليات ما نقيس الارتيريال بلاد بريشر. بره ما بيقيسوش الارتيريال بلاد بريشر كاندكس للبلاد فوليوم، بيقيسوا الرايت ايتر بريشر، بينزلوا التيوب دي. طيب رابع حاجه، انها لو واحد عنده رايت سايدد هارت فيلير، لو الناحيه الليفت فينتكل في حاله فيلير، يبقى مش هيستقبل الدم من رايت ايتر، فنلاقي البريشر في رايت ايتر اللي هو سنترال فينس بريشر زاد. يبقى اذا انها لو زاد البريشر في رايت ايتر فده معناها ان في رايت سايدد هارت فيلير. يبقى اتعلمنا عن السنترال فينس بريشر، وهو سؤال مهم، ثلاث نقاط، ان هو ده الرايت ايتر بريشر دي نمره واحد، ان نورمالي زيرو الاثنين نمره اثنين، وانه اهميته اربع حاجات، ان هو ده الفنتريكولر المين فنتريكولر فيلينج بريشر، وبعدين انه الفينس تيرني بيتناسب مع فرق الضغط في الفينز عنه في الرايت اتريب اللي هو سنترال فينس بريشر. لو زاد السنترال فينس بريشر الدم مش هيعرف يرجع، الفينس تيرني هيقل. ونمره ثلاثة ان ده البيست اندكس اوف بلاد فوليوم. ونمره اربعة انه بيزيد لو فيه رايت سايدد هارت فيلر. ده السنترال فينس بريشر، وهو سؤال مهم جدا. طب نيجي تاني بريشر بقى اللي هو البريفرال فينس بريشر في الفينز، مش في مركز الفينز اللي هو الرايت اتر. يبقى زي ما عندي سنترال فينس بريشر عندي بريفرال فينس بريشر. ان ريكامبنت بوزيشن، لو حضرتك نايم هيبقى الضغط اعلى ما يكون فين؟ في السمول فينز، اعلى منه في اللارج فينز بره الثوركس، اعلى منه في الفينز جوه الثوركس، اعلى منه في البريشر في الرايت اتر. طبعا هتسالني ليه؟ مش عاوزه ليه؟ من غير ليه على راي عبد الوهاب، لانه الدم بيجي من الضغط الاعلى للضغط الاقل. طب الدم جاي من الكابيلريز، افتح ودنك بقى، للفينيولز، ومنها لللارج فينز اللي بره الثوركس، ثم اللارج فينز اللي جوه الثوركس، ثم للرايت اتر. عشان كده اعلى ضغط هنلاقيه في السمول فينيولز اللي هي 8 ل 12 ملم مركوري، وبعدين هيبقى لللارج فينز اوتسايد الثوركس 5 ل 6، ثم اللارج فينز انسايد ذا ثوركس خلاص اللي هي 4 ل 5، ثم في الرايت اتر قلنا ان هو صفر. طيب الفينس بريشر بيعتمد على ايه؟ كلام يا اولاد مش فيسيولوجي خالص. فاكر قلت لك الضغط دائما ابدا يعتمد على، افتح ودنك، الحاوي والمحتوى. المحتوى اللي هو حجم الدم، حجم الدم لو زاد هيزيد الضغط، والمحتوى اللي هو الكومبلاينس اوف فينز. يبقى دي بالعكس، لو الفينز ضاقت الضغط يزيد. يبقى اذا ممكن نقولها في معادله، يبقى البريشر طول عمره ملوش دعوه بفسيولوجي، البريشر بيعتمد بيتناسب
دايركتلي مع الفوليوم وان دايركتلي مع الكاباسيتي اللي هنا هنسميها كومبلاينس اوف فيتس. يبقى الفينس بريشر دايركتلي بروبورشنال تو فينس بلاد فوليوم. فوليوم ركز في الفوليوم اللي عملها لك باللون الاصفر اوفر الكومبلاينس اوف فيتس. لو زاد الفوليوم يزيد البريشر دايركتلي بروبورشنال دي اللي فوق، لكن لو زاد الكومبلاينس الفينز وسعت يقل البريشر، عشان كده حطيناها تحت. طب قلنا الكومبلاينس اوف فينز دي ترم قلناها قبل كده بالفينس تون. لو زاد الفينس تون يعني الفين مش هتوسع، يعني الكومبلاينس قل، وده بيحصل بالسمباثيتك ستيميليشن. لما بتعمل سمباثيتك بيعمل فينو كونستريكشن بيزود الفينس تون، وبالتالي ينقص كومبلاينس مش هتوسع. طيب النقطه اللي بعد كده الفينس بريشر از افكتد بايه؟ تعال نشوف ايه الحاجات اللي بتاثر في الفينس بريشر. في خمس عوامل. اول عامل الكاردياك اوتبوت. لو قل الكاردياك اوتبوت، اسمعها بطريقتي، لو قل الدم الخارج من الهارت يبقى الدم اللي هيفضل ورا الهارت هيزيد، يبقى البلد هيزيد في الفينز وعليه يزيد الفينس بريشر. فاهم ليه؟ الهارت بيضخ دم قليل يبقى مش هيقدر يستقبل دم، هو ما ضخش الاوتبوت قل، يبقى ما ضخش دم، يبقى هيسيب الدم وراه، يبقى هيسيب الدم في الفينز وعليه يزيد الفينس بريشر. تاني حاجه التوتال بلاد فوليوم، لو زاد التوتال بلاد فوليوم هيزيد مش البريشر في الفينز بس، هيزيد البريشر في كل حته في السيركيليشن كلها. طيب ناخد 3 و4، الفينز والارتريولز بنحفظهم مع بعض. الفينز لسه قايلين لو زاد الفينس تون يعني حصل فينو كونستريكشن، يعني سعه الفينز قلت الكومبلاينس قل، يبقى البريشر يحصل له ايه؟ يزيد. اهي مكتوبه قصادك، سهل قوي. طيب ارتريولر دايليتيشن، يبقى لو قل الكومبلاينس البريشر يزيد. ارتريولر دايليتيشن خد بالك الدم جاي، افتكر لازم تبقى فاهم السيركيليشن، من الارتري ثم الارتريول ثم الكابيلري ثم الفينز. يبقى لو الارتريول حصل لها دايليتيشن يبقى الدم المتدفق للكابيلري وعليه للفين يزيد، فالفينس بريشر تزيد. ثم نيجي الاهم عامل بيتسال اللي هو الجرافيتي. احنا قلنا البريشر في الريكامبان بوزيشن وانت قاعد في الريكامبان. طب لو حضرتك واقف، لا وانت واقف الوضع مختلف. قلناها ليه؟ لان لو حضرتك واقف الدم كده الجرافيتي هتشد الدم على تحت، فالبريشر يبقى اعلى ما يكون في الفوت في الليجز تحت واقل ما يكون في النك، لان في تاثير للجرافيتي. طب ذكروني الجرافيتي كل سنتي دم بيعمل بريشر السنتي مقداره قد ايه؟ كنا قلناها مع الارتيال بلاد بريشر، فاكرين الرقم يا اولاد؟ 77.77 مليمتر. فهنا الوضع كالاتي، يبقى each 1 سنتيمتر below the right atrium هيزود الضغط بمقدار نفس الكلام اللي خدناه في الارتيريا، ان هو الدم هيبدي نفس الضغط. عمود الدم هيعمل بريشر كل سنتي مقداره 77% مليمتر مركري. طيب تخيل بقى الضغط في الليج فينز تحت خالص، هيبقى الفينس بريشر عالي جدا 80 مليمتر مركري، بينما فوق في الراس في الديورال ساينسز هيبقى البريشر ناقص 10، يبقى في الليجز زائد 80 وفي الراس ناقص 10. تعال نتفرج، هو عامل لك رسمه طريفه جدا. يبقى وانت واقف الدم عمود الدم هينزل، الدم هيتسحب بجرافيتي لتحت، فتحت البريشر يبقى زائد 80، وفوق في الراس في الفينز بتاعت الهيد نيك اللي هي يسموها ديورال ساينس بتبقى ناقص 10. دي لها اهميه ودي لها اهميه. لو حضرتك بتشتغل طول النهار واقف، خلاص جراح مثلا، كوافير مثلا، زي العساكر اللي بيقفوا في التشريفه بالساعات مثلا، تخيل الضغط في الفينز زائد 80. طب اشوف بقى الاذكياء فقط، يبقى الضغط في الكابيلري اللي قبل الفينز يبقى اعلى ولا اوطى؟ الدم جاي من الكابيلري رايح للفين، في الفين 80 يبقى لازم في الكابيلري يبقى اعلى من 80 لطالب ذكي. ليه؟ لان الدم بينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل. الدم جاي من الكابيلري للفين، طب الفين فيها 80 عشان يجي من الكابيلري للفين لازم يبقى في الكابيلري اعلى من الفين، اعلى من 80. لا
لما يبقى البريشر في الكابيلري اعلى من 80 الميه تخرج بره الكابيلري، تلاقي الناس دي رجلها على نهايه اليوم ورمت، يحصل لها إديمة إديمة. ونفس الفينز بتاعت الساق لما يبقى البريشر فيها 80 لان واقف طول النهار هتتمدد تعمل حاجه اسمها فاريكوز فينز، مشكله موجوده عند كتير من قرايبنا. يقول لك ان شايف الاورده في الساق بتاعتي متمدده تورشس كده متمدده ومتعرجه بسبب زياده الفينس بريشر. يبقى زياده الفينس بريشر في الليج فين هتعمل لي حاجه اسمها إديمة وفاريكوز فينز اهي. طب نيجي المشكله الثانيه، طب زياده نقص البريشر فوق لنقص 10 في الاحوال الطبيعيه ما فيش اي مشكله. تبتدي المشكله لو حضرتك عملنا لك عمليه جراحيه في ليدا نيك وانت قاعد، في بعض العمليات بنبنج العيان ونقعده يبقى متبنج كده ونحطه في جهاز معين يبقى قاعد قاعد زي واقف. ليه؟ لاننا عاوزين نشتغل على الباك اوف ذا هيد، فما نقدرش ننيمه كده، لازم يبقى قاعد. لازم الجراح النيورو سيرجن جراح المخ والاعصاب يراعي ان دلوقتي هو قاعد البريشر في الفينز اللي جوه الهيد النك اللي هي يسموها ديورال ساينس ناقص 10 بتقل 10 عن اتموسفيريك، يبقى يراعي ان ما يتفتحش منه الفين خطا في العمليه، والا لو اتفتح خطا البريشر ناقص 10 عن الاتموسفيريك يبقى هيساك بلاد، هيحصل له اير امبوليزم ويتش ميبي فيتال. انما في الوضع الطبيعي حضرتك وحضرتك والعبد الله واحنا قاعدين كده الفينز دي بروتكتد بالسكال، ما ايه اللي هيفتحها؟ انما لو عملنا نيورو سيرجي شرط اول وش عيان قاعد، لازم قاعد، لو نايم لا نايم ملاش تاثير الجرافيتي، لازم يبقى قاعد، هيبقى البريشر ناقص 10 عن الجو، يبقى ما يتفتحش منه الوريد والا يروح شافط هواء يحصل له اير امبوليزم. ما عليناش. طب طالب مره سالني افرض اتفتح، بتحصل فتح، عارف بنعمل ايه؟ بننيم العيان ايميديتلي فالبريشر يعلى تاني في الديورال ساينس ونقفل الفين اللي اتفتح ونقعده ونكمل عمليه. يبقى لو سمعنا صوت الهواء ده بيتاخد يبقى احنا فتحنا الفين نروح نايمينه فورا ونقفل الفين وبعدين نقعده ونكمل عمليه. ده سؤالين مهمين جدا. يبقى انت ما هو تاثير الجرافيتي وانا واقف كده؟ قلناه الجرافيتي الدم هينزل لتحت بالجرافيتي، قلنا كل سنتي بيبدي ضغط مقداره كام؟ تقولوا لي العدد 77%. طب مين شاطر فاكر الضغط دلوقتي وانا واقف في الفينز اوف ذا ليج كام؟ زائد 80. طب دي تعمل ايه؟ تعمل مشكلتين. لو شغلتي طول النهار واقف يبقى الضغط في الفين 80، يبقى في الكابيلاري اعلى، الميه تخرج رجليها تورم، وده اللي بنشوفه لو واحد بيشتغل جراح كوافير وقلنا عساكر التشريف بيرجع رجليهم وارمه عندهم إديمة، وهي الفين هتتعرج وتطول اللي هو الناس اللي تلاقي الاورده باينه في رجليها يسموها فاريكوز فينز، مشكله. طب ايه قيمه ان البريشر فوق ناقص 10؟ ملهاش اي قيمه في الوضع الطبيعي. قيمتها لو هتعمل عمليه جراحيه في المخ وقاعد، لان معظم العمليات بنعملها وهو نايم. لو عملناه وهو قاعد، ما هو قاعد زي واقف، يبقى هنا ناقص 10. لو اتفتح الديورال ساينس اللي هو الفين انسايد ذا سكال هتشفط هواء هتعمل لي اير امبوليزم. طيب انتقل بقى للريجوليشن اوف فينس بريشر اللي هو دره هذه المحاضره، يعني الضغط التنظيم الفينسيتير. ايه العوامل التي تؤثر في الفينسيتير؟ واحاول بقى تفهمها مع العبد الله، لانك لو ما فهمتهاش معايا هيبقى الموضوع صعب شويه، فركز معايا كويس قوي قوي عشان تفهم ال ريجوليشن اوف فينس سيتير. الاول بس استسمحكم نظبط الحاجه، اهي ظبطناها الحمد لله، معلش ما لازم نظبط كل حاجه عشان تبقى شايف. اول معلومه قلناها يا اولاد ان نورمال الفينس ريتيرن اندر نورمال كونديشن يساوي كاردك اوت يساوي 5 لتر بير مينيت ديورينج ريست. ديورينج ريست الكلام ده ديورينج ريست. طبعا ليه هذا الكلام؟ لازم فكر بالعقل، الدم الخارج من القلب يساوي الدم العائد للقلب، ده شيء طبيعي، يعني الهارت هيضخ اللي رجع له، ما ينفعش يضخ اقل او يضخ اكتر. فاندر نورمال كونديشنز ذا فينس ريتيرن ايكوالز ذا كارديك اوتبوت،
اللي هو ديورنج ريست كام؟ 5 لتر بير مينت. لكن قلنا في الاثليتيك ديورنج اكسرسايز في الابطال الرياضيين ممكن يبقى 35 لتر، مش كده؟ زياده عن الخمسه، يزيد 700% قلناها، يعني ضخ 40 لتر. طب انا عاوز اشرح ايه العامل اللي تؤثر في الفينس تير. العبد الله عنده طريقه معينه ما غيرهاش في السيركوليشن، اني دائما ابدا بستخدم الامز لو. الامز لو اللي قلت لكم ان انا بطبقه على الارتي والفين، على كل الفاسكور سيستم. من الفاسكور سيستم يا ولاد ما هي الا تيوبس، انابيب. الفلو في اي انبوبه هو يا ولاد يعتمد على شيئين، يتناسب طرديا مع فرق الضغط بين جانبي التيوب P1-P2 وعكسيا مع ريزيستنس. يبقى الفلو في اي انبوبه، في اي انبوبه دايركتلي بروبورشنال بحطها فوق، يتناسب مع فرق الضغط بين جانبي الانبوبه P1-P2 وعكسي مع مقاومه الانبوبه ريزيستنس. وعليه بالحساب يا اولاد مش بالحفظ. يبقى العوامل اللي تريجوليت الفيناسيتير لازم يبقوا ثلاثه، P1 اللي هو البريشر في الفينز، P2 اللي هو البريشر في الرايت اتريم، وبعدين R اللي هي الفين الريزيستنس اوف فينز. لان الفيناسيتير يا اولاد في ابسط صوره، من هو الفيناسيتير؟ الفيناسيتير فلو جاي من الفينز رايح للرايت اتريم. عندك تعريف ابسط من ذلك؟ يعني كده بالخيال كده ناس بتفكر ايه الفينس تيرن ده؟ لو عاوز تشرحه لحد، دم جاي من الفينز راجع للرايت اتريم، يبقى 100% هيتاثر بفرق الضغط في الفينز، ادي نمره واحد بي 1 عنه في الرايت اتريم ادي بي 2 وريزيستنس اوف فينز. فيبقى حسابيا مش فيسيولوجيا، حسابيا انا احب الرياضه والحساب، وقلت لكم ان انا في اول حياتي دخلت فنية عسكرية ما دخلتش طب، عقلي مترتب رياضة. يبقى لازم في ثلاث حاجات تتحكم في الفينس تير، P1 P2 ريزيستنس. تدي بقى نشوف واحدة واحدة. مين الـ P1؟ البريشر في الفين، الأفرج بريشر في الفينز سموها مين سيستميك فيلينج بريشر، MSFP، مين سيستميك فيلينج بريشر، اللي هي لما تترجمها معناها متوسط مين، يعني متوسط البريشر في السيستميك سيركوليشن. واحد قال لي ايه الكلام، ايه اللخبطه دي، يعني ايه متوسط الضغط في الفينز هو متوسط الضغط في السيستميك سيركوليشن؟ قلت له تعال نفكر، هقنعك بيها 100% دلوقتي. تعال نشوف ايه تعريف المين سيستميك فيلينج بريشر. لو احنا جينا يا اولاد وقفنا القلب، عملوا التجربه دي، دي ستوب الهارت، يبقى البلاد فلو في سيركوليشن وقف، ما انت البلاقه وقفتها. يبقى تتوقع ايه الام اس كيو؟ نورمالي الارتيريال بريشر اعلى من الفينس بريشر لما توقف القلب. تخيل القلب وقف، سيركوليشن وقف، هل تتصور في حاجه واقفه ان هيبقى حته فيها الضغط عالي وحته الضغط قليل؟ لا، الارتيريال بريشر هيقل والفينس بريشر هيزيد وكلهم هيتساووا في النهايه، ويسموا الافرج بريشر دلوقتي في السيستميك سيركوليشن مين سيستميك بريشر، الافرج بريشر في السيستميك سيركوليشن. يبقى فهمت من هو المين سيستميك سيركوليشن، المين سيستميك بريشر هو الافرج بريشر ان سيركوليشن ان سيستميك سيركوليشن وين ذا هارت از ستوبد. لما نجيب انيمال ونوقف القلب هيحصل ايه؟ سؤال المسكيو، هيقل الارتيريال ويزيد الفينس وكلهم هيتساووا. يبقى الضغط دلوقتي متساوي في كل السيركوليشن اللي واقفه، كله زي بعض، اللي يسموه مين سيستميك بريشر. طب انت واحد طالب ذكي قال لي لا، انت قلت مين سيستميك فيلينج بريشر، ما قلتش مين سيستميك بريشر، انت فهمت لنا ثلاث كلمات من الاربعه. مين سيستميك بريشر ما توقف القلب كله هيبقى زي بعضه، الافرج بريشر في السيستميك سيركوليشن، انما انت قلت فيلينج. ليه يا اولاد فيلينج؟ لان هذا البريشر بيعكس الحاوي والمحتوى، مدى امتلاء السيستميك سيركوليشن بالبلد. فلو زاد الفوليوم جوه هيزيد هذا البريشر، لكن لو زاد الكاباسيتي اوف سيستميك سيركوليشن هيقل البريشر. فهذا البريشر اللي هو نورمالي الرقم اللي كرمه الخالق 7 ملليمتر مركوري
سبعة بيعكس الفيلينج اوف سيركوليشن، يعني مواكبة الدم لسعة السيركوليشن. عشان كده سموه مين سيستميك فيلينج بريشر. يبقى فهمتها لك حتة حتة. لو وقفت القلب الارتيريال يقل، الفينس يزيد، كل السيستميك سيركوليشن ضغط فيه حاجة واحدة يسموها المين سيستميك بريشر اللي هي كام؟ سبعة. لو زاد يبقى معناها يا الفوليوم زايد يا اما الكاباسيتي قلت، والعكس بالعكس. يبقى ليه قالوا فيلينج؟ لانها بتعكس مواكبه حجم الدم للكاباسيتي في سيركوليشن. طالب اسكى سالني، شوف انا بس بسال، بتصور انتم بتتحاوروا معايا. طيب يلا، انت العنوان بتاعنا مش سيستميك بريشر. قلت له امال هو كان ايه؟ قال لي فينس بريشر. انت ليه اعتبرت متوسط الضغط في السيستميك سيركوليشن هو متوسط الضغط في الفينز؟ طالب زكي رد، قال انا اجاوبها. قلت له جاوب. قال لي ان انت قلت لنا ان من 60-70% من الدم في السيستميك سيركوليشن، 2/3 البلاد في السيستميك سيركوليشن موجود في الفينز، فيمكن اعتبار المين سيستميك فيلينج بريشر هو الافريج بريشر ان فينز، لان معظم الدم في السيستميك سيركوليشن، تلتين الدم اللي في السيستميك سيركوليشن، 60-70% من الدم اللي في السيستميك سيركوليشن موجود في الفينز. يبقى فهمت دلوقتي انتوا بس اللي فاهمين الحته دي، ليه سموا الافريج بريشر ان فينز اللي هو بي 1 مين سيستميك فيلينج بريشر. خدناها حته حته. توقف القلب هيبقى كله زي بعض في السيستميك سيركوليشن، يبقى ده متوسط السيستميك بريشر. ليه فيلينج؟ لان الرقم اللي هو سبعة ده بيعكس مواكبه حجم الدم لسعه السيركوليشن. بدليل اهو المين سيستميك فيلينج بريشر دايركتلي بروبورشن للحاوي والمحتوى، المحتوى اللي هو الفوليوم اوف بلاد، والحاوي هو الكاباسيتي اوف فاسكولار سيركوليشن. السبعة دي معناها ان الفوليوم مظبوط على الكاباسيتي، الحاجه الطبيعيه. المين سيستميك فيلينج بريشر دايركتلي بروبورشن تو ذا فوليوم اوف بلاد over the capacity of vascular system. الحاوي اللي هو الكاباسيتي والمحتوى اللي جواه اللي هو الفوليوم بلاد. طب ليه اعتبروه البريشر في الفينز؟ as most of blood stays in veins. ده اللي هو P1. يبقى اول عامل ياثر في الفينس التيرن هو P1. طب تاني عامل اللي هو P2 لسه درسينه، اللي هو مين؟ اللي هو الرايت اترال بريشر، اللي هو السنتر بتاع كل الفينز، فيسموه سنترال فينس بريشر، اللي هو قلنا من 0 ل 2 وقلنا هنستخدم رقم 0. يبقى الرايت اترال بريشر اللي هو سنترال فينس بريشر هو 0 مليمتر مركري. طب تعالى بقى ندرس العوامل دي في صوره كيرف من اشهر الكيرفات في الطب، اسمها فينس فانكشن كيرفز. شوف حاطط اس اهي، فينس فانكشن كيرفز. كنا درسنا حاجه اسمها كاردياك فانكشن كيرفز. قلت لك علمتكم يا اولاد في اي كيرف، وده من اهم الكيرفات، والموضوع اللي بقوله ده هو دره هذه المحاضره اللي هو ريجوليشن فينس تير. في اي كيرف الجمله رقم واحد محجوزه، ما بزهقش، يمكن دي المره العشرين، لازم تقول لي بتمثل ايه على الراسي وايه على الافقي. يبقى الفينس ريتيرن از بلوتد اجينست الرايت اترال بريشر. هنحط الفينس ريتيرن في مواجهه الرايت اترال بريشر. وقلنا من شويه مع الرايت اترال بريشر ان لو زاد الرايت اترال بريشر ده هيعوق الفينس ريتيرن، هيقلل الفينس ريتيرن. يبقى الفينس ريتيرن انفرسلي بروبورشنال تو ذا رايت اترال بريشر. معلومه بسيطه جدا، الفينس ريتيرن دم جاي من الفينز راح للرايت اترال، يبقى لما الرايت اترال بريشر فيه يزيد هيقل الفينس ريتيرن. يبقى الفينس ريتيرن انفرسلي بروبورشنال تو رايت اترال بريشر. يبقى انا عاوز قبل ما احط الكيرف يا اولاد تتخيل علاقه عكسيه، يبقى الكيرف هيطلع صاعد ام هابط قبل ما احط الكيرف. طالب قال لي انت علمتنا لما تبقى العلاقه طرديه ده يزيد ده يزيد يبقى الكيرف صاعد، لكن لما يبقى العلاقه عكسيه الكيرف يبقى هابط. وتعالى نشوف واحد من اشهر الكيرفات عندنا في السيركوليشن اللي هو الفينس فانكشن كيرفز اهو. يبقى هو علاقه بين ايه وايه؟ ما بين الفينس ريتيرن
والرايت اتريال بريشر. فالكيرف لازم يبقى هابط، لان انت قلت كل ما بتزود الرايت اتريال بريشر الدم ما بيعرفش يرجع للرايت اتريوم، الفينس ما بيعرفش يرجع فيقل الفينس ستير، يبقى الكيرف هابط. بتخيل عاوزك كده يبقى عندك قوة خيال عالية جدا. انا بتخيل الكيرف بدون ارقام، كيرف اقرع ما فيهوش ورقة. تخيل ان انا ما رسمتش غير الكيرف ده بس، انه كل ما زاد الرايت اتريال بريشر قل الفينس ستير داون سلوب. عايزين نحط شويه ارقام نفكر مع بعض. هعيد الارقام ده مليون مره في هذه المحاضره. المين سيستميك فيلينج بريشر اللي هو البريشر في الفين 7، الرايت اتريال بريشر 0 قلنا. لما يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينستير، يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينستير، يزيد الرايت اتريال بريشر يقل البريشر جريديانت فيقل الفينستير. تتوقع حضرتك متى يتوقف الفينستير؟ طالب قال لي لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر، مفيش فرق ضغط، يبقى مفيش فينستير. يبقى الفينستير ده هينزل لصفر اهو لما الرايت اتريال بريشر يبقى 7. ادي اول رقم تخيل لسه كاتبه دلوقتي، انسى الباقي كله. يعني بالخيال احنا ما كانش عندنا غير الخط ده. امتى هيوقف الفينستير؟ لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر، يعني ما فيش فرق ما بينهم، فما يتحركش الدم، فيبقى الفينستير بصفر 7. بالعكس لو انا نزلت الرايت اتريال بريشر تحت صفر بقى ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، طالب قال لي يبقى الفينستير ده هيزيد، لان انت لما تنزل الرايت اتريال بريشر يبقى فرق الضغط يزيد، يبقى الفينستير يزيد. قلت له لا، بيثبت بيبقى فيه بلاتو. طالب قال لي انت علمتنا فهمنا متحفظناش. المنطق يقول ما بزهقش، هتطلع حافظهم صم. ده المين سيستميك فيلينج بريشر 7، ده الرايت اتريال بريشر 0. لو نزلته تحت الصفر مفروض البريشر جريدينت يزيد، مفروض الفينستير يزيد ما يقلش. قلت له لا، هو بلاتو بيسكت. قال لي ليه؟ قلت له مفكر بهدوء. لو نقص الرايت اتريال بريشر عن صفر مفروض الفينستير يزيد، حطها في الباك اوف يور مايند. لو نقص الرايت اتريال بريشر عن كام؟ انا قلت عن كام؟ طالب قال لي انت قلت عن صفر. قلت له لما ينقص عن صفر، عن صفر هيبقى نيجاتيف. النيجاتيف بريشر ده هيكولابس الفينز فيمنع الفينستير، فبقى عندي عامل يزود وعامل ينقص. بص لي بقى تفهمها كويس قوي دلوقتي. لو نقص الرايت اتريال بريشر عن صفر مفروض فرق الضغط يزيد فالفينستير يزيد، لكن لو نقص عن صفر الفينز اللي بيتدفق فيها الدم بيحصلها كولابس، فلا مفروض ينقص الفينس بريشر. حاجه تزود وحاجه تنقص، عشان كده الفينستير ثبت بقى بلاتو. يبقى في حاجه تزود وحاجه تنقص. ايه اللي يزود؟ ان لما نقص الرايت اتريال بريشر انقص انزل تحت الصفر مفروض فرق الضغط يزيد، فمفروض يزيد بس تحت الصفر، يبقى بقى نيجاتيف اهو نيجاتيف. ده هيكولابس الفينز، فدي حاجه تنقص. حاجه تزود وحاجه تنقص، يبقى بلاتو. ما بين البلاتو والداون سلوب مش معقول هيبقى زاويه حاده، ففي ترانزيشنال زون، انتقال تدريجي. يبقى الفينس ريتيرن كيرف يا اولاد بيتميز باجزاء ثلاث. تاني نعيدها، ده كيرف مهم جدا. نورمالي الفينس ستيرن هو دم عائد من الفينز اللي هو المين سيستميك فيلينج بريشر 7 للرايت اتريال اللي هو البريشر فيه 0. خلاص، كل ما زاد الرايت اتريال بريشر يقل الفينس ستير، زاد الرايت اتريال بريشر يقل الفينس ستير، يبقى لازم الكيرف يبقى داون سلوب. امتى يوقف؟ لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي 7، يبقى عند 7 الفينس ستير بصفر. طب والعكس، ناخد الناحيه العكسيه، لو قل الرايت اتريال بريشر مفروض حاجه فرق الجهد يزيد، دي حاجه تزود الفينس ستير، بس لو قل عن صفر عن صفر يبقى بقى نيجاتيف، فده هيكولابس الفينز، فدي حاجه تنقص الفينس بريشر. يبقى نقص الرايت اتريال بريشر من ناحيه
بيزود فرق الجهد فيزود الفينس تيب، ومن ناحيه لما ينزل تحت صفر هيكون لابس الفينز اللي داخله في الرايت اتريم، فلما الفينز كولابس ده هينقص الفينس تيب، حاجه تنقص وحاجه تزود يبقى بلاتو، وما بين السلوب والبلاتو في ترانزيشن زون. I hope I'm clear and I'm always clear. ده يا ولاد اسمه فينس ريتيرن او فينس فانكشن كيرفز، واحد من اهم الكيرفات. ايه رايك بقى ده الكيرف الاساسي اللي هو بيمثل علاقه ما بين الفينس ريتيرن والرايت اتر بريشر. طب انا عشان ما اتوهش، احنا كنا قلنا ان اللي بيأثر في الفينس ريتيرن ثلاث عوامل، اللي هو P1 P2 ريزيستنس. فاحنا درسنا العلاقه ما بين الفينس ريتيرن والرايت اتر بريشر اللي هي الفينس فانكشن كيرفز، اهي علاقه ما بين الفينس ريتيرن والرايت اتر بريشر علاقه عكسيه. ايه رايك بقى العاملين التانيين اللي هم P1 المين سيستميك فيلينج بريشر والريزيستنس اوف فينز، ندرسها على نفس الكيرف. يعني العلاقه الاساسيه ما بين الفينس ريتيرن وال رايت اترال بريشر، لو زاد رايت اترال بريشر ده بيمنع الفينس تير، علاقه عكسيه فالفين كان فيه داون سلوب. ندرس العاملين التانيين عليه بقى. ندرس المين سيستميك فيلينج بريشر. اهو. الايفكت اوف تشينجينج ذا مين سيستميك فيلينج بريشر، بريشر في الفينز. انا قلت يا اولاد انا عاوز ازود المين سيستميك فيلينج بريشر، في كام طريقه ازوده؟ الحاوي والمحتوى. عشان ازود البريشر في الفينز المين سيستميك فيلينج بريشر، البريشر في الفينز يزود الفوليوم البلاد فوليوم، يا انقص الكاباسيتي بتاعت الفينز، يعني اعمل فينو كونستريكشن بالسمباثاتيك، يبقى سواء حجم الدم زاد او الفينز ضاقت، في الحالتين هيزيد المين سيستميك فيلينج بريشر. تعال نشوف ده تاثيره ايه بقى على الكيرف. نفكر المحاضره دي طول عمري اشرحها بايديا وما بتزهقش. ده المين سيستميك فيلينج بريشر اللي هو مقداره كام؟ العدد اللي كرمه الخالق 7، وده الرايت اتر بريشر اللي هو 0. لو زاد المين سيستميك فيلينج بريشر، زاد بسبب زياده البلاد فوليوم او نقص كاباسيتي اوف فينز، يبقى البريشر جريدينت فرق الضغط حصل له يا اولاد زاد، يبقى الفينس تير هيزيد، يبقى الكير يطلع لفوق، يبقى شيفتد ابوردز ابوردز اهي، وناحيه ايدي اليمين ابوردز اند تو ذا رايت. والعكس يا اولاد، لو قللت المين سيستميك فيلينج بريشر، وانت فاهم ازاي حجم الدم جوه الفينز قل بالهيموريتش او الفينز اتسعت، ممكن تتخيل هنا ان انا هكتب فازو دايليتيشن، يبقى في الحاله دي هيقل المين سيستميك فيلينج بريشر، فالفينس اترني قل، فالكيرف يبقى شيفتد داونوردز اند تو ذا ليفت. واوريها لك برضو بايديا اهو. المين ده مين خلاص حفظتوه، ده اللي هو ايدي فيه الساعه، ده المين سيستميك فيلينج بريشر ده مقداره كام؟ مقداره 7، وده الرايت اتر بريشر. لو قل المين سيستميك فيلينج بريشر يبقى البريشر جدا هيقل، يبقى الفينس تيرن قل. يقل امتى؟ لو نزفت في الهيموريدج او لو حصل فينس دايليتيشن، يبقى هيقل البريشر في الفينس فيقل الفينس تيرن، فالكيرف يبقى شيفت داونز اند تو ذا ليفت. طب ندرس العامل الاخير بقى اللي هو الريزيستنس، الفينس ريزيستنس. فنرجع نتفرج مع بعض على الفينس ريزيستنس، ريزيستنس تو فينس ريتيرن يا اولاد. ريزيستنس تو فينس ريتيرن، موست اوف ريزيستنس تو فينس ريتيرن هم يسموها ار في ار، يعني ريزيستنس ادي ار تو فينس ريتيرن. موست اوف ريزيستنس تو فينس ريتيرن طبعا في الفينز، يعني الريزيستنس بتاعت الفين في الفينز. سو ادانا مثال لطيف قوي، لو عملت مايل كومبريشن للانفيرو فينا كافا، يعني رحت دايش شويه بصابعك كده على الانفيرو فينا كافا مثلا، او طبعا بيحصل في امراض، يعني مثلا يحصل التهاب في الغشاء التموري بتاع القلب فيحصل فيه فايبروزس يخنق الانفيرو فينا كافا، يعمل كومبريشن للانفيرو فينا كافا، يبقى ريزيستنس زادت، الدم مش هيعرف يرجع للرايت اتر لان الانفيرو فينا كافا اللي جايب الدم اتخنق في فايبروزس بسبب التهاب في الغشاء التموري اللي حوالين القلب، هيزيد الريزيستنت فينس ريتير، يبقى عليها هيقل الفينس ريتير، وعليها هيقل الكاردياك اوتبوت، وممكن العيان يحصل له فينتنج،
الا اذا فتحنا العيان ووسعنا للدم الحته اللي خانقه الانفيرو فينا كيفا. طب تعالى بقى ندرس الريزيستنت تو فينس ستيرن نحسبها ازاي. سهل قوي. احنا كنا قلنا فوق انه الفينس ستيرن بتساوي بي 1 ماينس بي 2 على الريزيستنس. طب لو عاوز ابتدي بالريزيستنس يا اولادي بطلع الريزيستنس هنا وانزل بدالها الفينس ستيرن. يبقى الريزيستنس تساوي بي 1 اللي هو المين سيستميك فيلينج بريشر ناقص بي 2 اللي هو الرايت اترال بريشر على الفينس ستيرن. المين سيستميك فيلينج بريشر قلناها 100 مره اللي هو 7، هو طبعا من 6 ل 8 يعني. لو في بعض كتبكم مكتوب 6 حلو 8 حلو، بس انا بحب الرقم 7 ده، رقم عمر الطالب ما ينساه، هم يحبوا عقده وانا احب ابسط يا اولاد. خلاص يبقى 7. طب والرايت اترال بريشر 0 والفينس ستيرن 5 لتر ديورينج ريست، يبقى الريزيستنت تو فينس ستيرن تساوي 7 ناقص 0 على 5 تساوي 7 على 5، يعني نستلف لها 0 يبقى 70 على 5 يبقى 1.4 مليمتر ميركوري لكل لتر لكل منت. ما هو 7 على 5 تبقى 1 ومعانا 2 استلف لها 0 يبقى ونحط بوينت يبقى 20 على 5 ب 4 يبقى 1.4 من 10. والتمييز علمته لكم، البريشر بتستقي التمييز من المعادله، البريشر بيتقاس بالايه؟ بالمليمتر ميركوري. طب وال5 دي 5 ايه؟ 5 لتر بير منت. يبقى ده ريزيستنت تو فينس ستير. تعالى بقى نشوف الكيرف يا اولاد. طيب بيقول لي هتشرح الهايبرتنشن. ايوه ده بسيب الحاجات اللي مش مهمه الاخر مع الشوك يعني في الاخر خالص، نقول المهم الاول. هايبرتنشن ده مفروض امراض باطنه اساسا نشرحه. شرح كويس جدا، هقول معلومات حتى احسن من اللي عندكم في الكتب باذن الله، بس مش في الاول، مش ده مش سؤال اساسي. هايبرتنشن ده في امراض باطنه، انا اساسا في فيزيولوجي. يلا الايفكت اوف تشينجينج ريزيستنت تو فينس ستير. هنا لو ريزيستنت زادت خلاص هيقل الفينس ستير، قلت هيزيد الفينس ستير. تعرف قال لي شبهها لنا طفيفه كده. ده مين يا اولاد؟ ده الرايت، ده المين سيستميك فيلينج بريشر مقداره 7 وده الرايت اترال بريشر مقداره 0. انا كان نفسي يبقى عندي ايد ثالثه بس ما عنديش، فهستلف الايد دي. يعني تصور ان ايدي دي قاعده دي 7 ودي 0، وهستلف هنا ايد ثالثه تمثل ريزيستنس. كده ريزيستنس زادت، كده ريزيستنس قلت، دي قاعده زي ما هي. كده ريزيستنس زادت، كده ريزيستنس قلت. لو زاد ريزيستنس تتوقع الفينس ستيرن يحصل له ايه؟ هيقل. لكن لو قلت الريزيستنس الفينس ستير هيزيد. يبقى سهل مش كده يا اولاد؟ لو قلت الريزيستنس الفينس ستيرن يزيد، زادت الريزيستنس الفينس ستيرن يقل. يبقى نرجع للكيرف. يبقى لو قلت الريزيستنس هنا الفينس ستيرن هيزيد، يبقى الكيرف يبقى شيفتد ابورز اند تو ذا ليفت. انما لو زاد الريزيستنس الكيرف هيقل، يبقى الكيرف شيفتد داونرز اند تو ذا رايت. طالب ذكي قال لي انا ملاحظ فرق. قلت له ايه؟ قال لي ان في الكيرف بتاع المين سيستميك فيلينج بريشر التلات كيرفات كل واحده بادئه بنقطه مختلفه، انما التلات كيرفات بتوع الريزيستنس النورمال اللي نقصته زودت ريزيستنس التقوا في نقطه اللي هي 7. ليه بقى هذا الفرق؟ فانا بتصور ان انا سالت طالب بيساعدني في هذه المعركه، وبتصور ان لقيت هذا الطالب اللي هو مش عاوز اقول عبقري، طالب بيفكر. بصوا يا اولاد، ده ايه؟ ده المين سيستميك فيلينج بريشر هو 7. طب وده ايه؟ الرايت اترال بريشر هو 0. لو انا لعبت في المين سيستميك فيلينج بريشر زودته خليته 10، يبقى في الحالة دي امتى لو زودت الرايت اترا بريشر امتى هيوقف الفينس ستير؟ مش لو وصل 7 بقى، لو وصل 10. طب لو انا نقصت المين ستيميك فيلينج بريشر من 7 ل 4 مثلا، يبقى في الحالة دي امتى هتوقف الفينس ستير؟ لو الرايت اترا بريشر زاد ل 4 بس. يبقى اما تلعب في ده، وده اللي احنا شفناه اهو، لو زودت المين سيستميك فيلينج بريشر اهو، يبقى مش هيوقف الفينس ستير لما الرايت اترال بريشر يوصل 7، لو زودته ل 10 هيوقف لما يوصل 10.
لو نقصته لأربعة هيوقف لما يوصل الرايت اتريال بريشر أربعة، لكن للأذكياء فقط. لو أنا ثبتت الاثنين دول، ده عند سبعة وده عند صفر، وبلعب بس في الريزيستنس كده، زود الفينس تاب وكده نقص الفينس تاب، لكن في جميع الأحوال متى يتوقف الفينس تاب؟ ما انت متلعبش في دول، يتوقف لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي سبعة، انت مثبت دول بفرق سبعة، يبقى امتى يوقف الفينس تاب؟ مهما لعبت في ريزيستنس، افرض زودت ريزيستنس، طب امتى يوقف الفينس تاب؟ لما ده يساوي سبعة. نقصت ريزيستنس، امتى يوصل؟ لما ده يساوي سبعة. عشان كده الثلاث كيرفات اللي التقوا في نقطة، لانك ما لعبتش في الفرق، لكن في المين سيستميك فيلينج بريشر زودته ل 10 نقصته 4، يبقى امتى هيوقف الفينس تاب لو زودته ل 10؟ لما الرايت اتريال بريشر يساوي 10، يبقى اتغيرت النقطه من 7 ل 10. طب لو نقصته ل 7 من 7 ل 4 امتى يوقف الفينس تاب؟ لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي 4. عشان كده ثلاث نقط اهي، بص عليها. يبقى لما تزود المين سيستميك فيلينج بريشر، لما تلعب في المين سيستميك فيلينج بريشر لو زودته لازم تزود الرايت اتريال بريشر عشان يقف الفينس تاب، ولو نقصته لازم تنقص الرايت اتريال بريشر، ونقصته 4 تنقص الرايت اتريال بريشر 4 عشان يقف. لكن لو ثبتت المين سيستميك فيلينج بريشر والرايت اتريال بريشر وبتلعب بس في ريزيستنس، يبقى ايا كان الريزيستنس زادت او قلت هيقف لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي 7. طب عشان خاطري قولها لنا ببطء تاني شويه. طب ايه رايك انت اللي تقولها معايا؟ ده ايه يا اولاد؟ قال لي ده خلاص حفظنا، ده المين سيستميك فيلينج بريشر اللي هو مقداره كام؟ ده علي صوتك 7. وده ايه؟ ده الرايت اتريال بريشر اللي هو 0. هلعب في المين سيستميك فيلينج بريشر، عاوز ازوده، فقلنا الفينس تيرن هيزيد، الكيرف شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت. طب افرض انك حضرتك زودته من 7 ل 10، في هذه الحاله لازم الرايت اتريال بريشر يزيد لكام عشان يوقف الفينس تيرن؟ ما يزيدش ل 7، يزيد ل 10. طيب لو انت نقصت المين سيستميك فيلينج بريشر من 7 ل 4، طبعا الكيرف هيبقى شيفت داونز انتو ذا ليفت، الفينس تيرن هيقل، فرق قليل. لكن في هذه الحاله متى يتوقف الفينس تيرن؟ لو الرايت اتريال بريشر ساوى المين سيستميك فيلينج بريشر هو في الحاله دي 4. فعش كده نقطة 7 لو زودت المين سيستميك فريشر لعشرة تزيد لعشرة، لو نقصت 4 تنزل لأربعة. واضحة؟ إنما لو أنا هلعب في الريزيستنس، يعني ثبت ده إيه يا أولاد؟ مين سيستميك فيلينج بريشر ومقداره 7، وده الرايت اتريال بريشر 0، ثبت دي بقى هنا، يعني أجيب إيد طالب أحطها هنا، هلعب في الريزيستنس كده هيقل لو زودت الريزيستنس هيقل الفينس تاب، قللت الريزيستنس هيزيد الفينس تاب، يبقى كده الكيرف هينزل لتحت وكده الكيرف هيطلع لفوق. بس في جميع الاحوال انت ده 7 وده 0، يبقى في جميع الاحوال ايا كان الريزيستنس متى يتوقف الفينس تاب؟ لما الرايت اتريال بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي 7، فكل الكيرفات التقوا في 7 اهي. يو جوت ات؟ اي ثينك يو جوت ات. ده واحد من اهم المنحنيات يا ولاد. يبقى لا تنسى ان الفاكتورز افكتنج فينس تيرن العبد الله بيقولها بطريقة متميزة باستخدام الحاجة اللي استخدمتها في كل السيركوليشن، وهي الأومز لو، اللي هي يعرفها طفل الفلو، ما السيركوليشن، ما الفاسكولار سيركوليشن إلا تيوبز، والفلو في أي تيوب يعتمد على شيئين: فرق الضغط بين جانبي التيوب P1-P2، كل ما زاد يزيد يبقى ده دايركتلي بروبورشن، عشان كده حطيته فوق، وعكسي مع الريزيستنس. طب ما هو الفينس تيرن يا اولاد ما هي الا فلو جاي من الفينز ورايح للرايت اتريوم، يبقى 100% الفينس تيرن اللي هيريجوليتد ثلاث حاجات: البريشر في الفينز، البريشر في الرايت اتريوم، والريزيستنس اوف فينز. بريشر في الفينز اللي كانت صعبه شويه وفهمتك ليه سموها مين سيستميك فيلينج بريشر، والبريشر في الرايت اتريوم في البي 2 هي الرايت اتريال بريشر او السنترال فينس بريشر اهي، والريزيستنت تو فينس تيرن اللي هو العامل التالي. العلاقه الاساسيه بنشرح مين اجينست مين، الفينس فانكشن كيرز بنشرح الفينس تيرن اجينست الرايت اتريال بريشر، دي اللي هي الفينس فانكشن كيرز، اللي هي كانت بتنقسم لثلاث اجزاء: كل ما تزود رايت اتريال بريشر
هيقل الفينس تير. تزود رايت اتر بريشر هيقل الفينس تير لحد ما يتوقف لما الاثنين يساووا بعض عند 7 يبقى داون سلوب. طب لما نقص الرايت اتر بريشر كان المفروض يزيد. ليه؟ لان فرق الضغط زاد. اه بس انت لما تدخل في الماينس بالنيجاتيف الفينز في الرايت اتر اللي داخله في الرايت اتر كلها فدي عامل ينقص يبقى في عامل يزود اللي هو زياده فرق الضغط وعامل ينقص اللي هو كولابس الفينز عشان كده يبقى بلاتو. ما بين الداون سلوب والبلاتو بقى في ترانزيشن زون. ثم درسنا العاملين الاخريين على نفس الكيرف. مره زودنا المين سيستميك فيلينج بريشر فالكيرف شيفت الفينس تيرن وبالتالي الكيرف بقى شيفت ابورز اند تو ذا رايت ونقصناه فالكيرف بقى شيفت داونرز اند تو ذا ليفت. بس طبعا لما تزودوا ال10 لازم تزود الرايت اتر بريشر ل10 عشان توقفوا لما تنقصوا ال4 لازم تقص اشكال ثلاث كيرفات في ثلاث نقط. انما ريزيستنس هو الاسهل يا ولاد ان لو نقصت ريزيستنس زي ما كنت بلعبها بايدي يبقى هيزيد الفينس تيرن الكيرف شيفت ابورد اند تو ذا رايت. زودت ريزيستنس يعني ضيقت ايدي قوي اللي هي كانت بتمس الفين يبقى زودت ريزيستنس كيرف شيفت داونرز اند تو ذا ليفت. لكن في جميع الاحوال متى توقف الفينس تير انت ما لعبتش في المين سيستميك فيلينج بريشر ولا في الرايت اتر بريشر. لما الرايت اتر بريشر يساوي المين سيستميك فيلينج بريشر يساوي 7. ولا تنسى ازاي بنحسب الريزيستنس وريتها لك وهوريها لك تاني في عجاله ازاي بنحسب الريزيستنس. احنا قلنا الفينس ريتير P1-P2 على R. طب يبقى طلع ال R ونزل فينس تير يبقى ريزيستنس يساوي P1 اللي هو المين سيستميك فيلينج بريشر 7 ناقص P2 اللي هو الرايت اتر بريشر 0 على الفينس تير اللي طلعت دي مطرح دي على 5 يبقى 7 على 5 ب 1.4 من 10 ملم مركوري لكل لتر لكل ساعه. اللوحه الاخيره يا اولاد وهي موضوع مهم جدا بس سهل جدا جدا. ميكانيزم هيلبينج الفينس ريتيرن اجينست جرافيتي او ابورز. يعني ما فكرتش كده حضرتك من عجائب الخلق والخالق ازاي الدم بيرجع وانت واقف كده انت واقف بيرجع من رجليك من قدميك لحد الهارت عكس الجرافيتي. اهو ده السؤال ايه الحاجات اللي بتساعد الفينس تيرن ابورز او اجينست جرافيتي. ست عوامل يا اولاد وانا بطريقتي بحب احفظ كل حاجه بطريقه لطيفه فمقسمهم 3 2 1 يعني في حاجتين مع بعض 1 2 و3 مع بعض 3 4 5 واحده لوحدها اللي هي الفالفز. انما عاوز اقولها بطريقتي برضو مره اخرى يا اولاد انسى الفيسيولوجي انما تذكر انه وراء الخلق خالق. انا بتصور ان انا ساكن في عماره عاليه في القاهره وضخ الماء قليل فروحت للراجل في شارع الجمهوريه قلت له انا عاوز بامب عاوز مضخه لان المايه مش عارف ما بقاليش مايه. فقال لي طيب يلزمك الراجل بيفكر يعني ممكن اديك نوع من يعني من نوعين عندي نوعين. قلت له طب حدثني. قال لي ممكن احط تحت يعني في مدخل عماره بامبينج pumping pump يعني pump مضخة ضخة يعني تطلع المية بضغط عالي عندك. قلت له يا عم انا مش عاوز احطها تحت في العمارة ليسرقوه انا عاوز احطه عندي فوق في الشقة. قال لا في الحالة دي بقى مش عاوزين يعني مضخة ضخ عاوزين مضخة تشفط suction force. يبقى لو حطيت المضخة تحت وعاوزها تطلع المية انت محتاج مضخة ضخة. لو حطيتها فوق محتاج مصة ساكشن. ولأن الكمال لله وحده ولأنه وراء الخلق خالق فربنا حط عندنا وضع الله النوعين من المضخات حاطط تحت حاجات تضخ وفوق حاجات تشفط. أما تفكر بهذه الصورة ما تبقاش بتحفظ ما تكرهش الفسيولوجي تحبه تحس إن أنت فاهم كويس. فتعالى نتفرج مع بعض يا اولاد. نبتدي الحاجات اللي هي اللي محطوطه فوق اللي هي بتشفط. اتنين فوق في اللنج او الثوركس ثوراسيك بامب اور ساكشن وهارت بيت افكتس اللي هو الكاردياك ساكشن.
تري الثراسيك بامب او ساكشن. حضرتك دي بسيطه جدا في الشرح يعني. حضرتك during inspiration الدافرام علمتهولك بيه دي السند بينزل اهو. في اثناء الانسبريشن كنا اتعلمناها الدي مع الدي الدافرام اوعى تغلط بيدي السند. فلما الدافرام ينزل هنا يبقى عمل ايه؟ خلى الانترا ثوراسيك بريشر مور نيجاتيف، بدل ما هو كان ناقص 4 خدناها بقى ناقص 8 مليمتر ميركل. حتى في الريسبريشن كنا قلناها بالسنتيمتر ووتر، وقلنا ان السنتيمتر ووتر تقريبا تقريبا هي المليمتر ميركل. يعني ما تدقش في العنوان قوي، في بعض الجامعات بيكتبوها بالسنتيمتر ووتر، في البعض الاخر بالمليمتر ميركل. السنتيمتر ووتر تقريبا هو المليمتر ميركل. فتخيل لما نزل الدافرام خلى الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو البلورال بريشر ناقص 8، وطبعا لما نزل الدافرام يبقى صغر حجم الابدومن، فزود الابدومنال بريشر من زائد 5 بقت اعلى زائد 6. يبقى during inspiration الديسنت اوف دافرام عمل حاجتين، صنع شيئين، خلى الانترا ثوراسيك بريشر مور نيجاتيف، والانترا ابدومينال بريشر افتح ودنك مور بوزيتيف. يبقى الانترا ثوراسيك مور نيجاتيف والانترا ابدومينال مور بوزيتيف، فالدم ينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل، يعني من الابدومين الى ثوركس وهو المطلوب. طيب تقل الهارت بيت افكت، عندي كاردياك ساكشن. للاوائل بتنقسم الى اتريال ساكشن وفنتريكولار ساكشن، وحتى انا هحفظها لكم بطريقه جميله قوي يا اولاد. واحدة بتحدث في الرابيد ايجكشن فيز والتانية في الرابيد فيلينج فيز، اللي هي تنفع ماكسيموم ايجكشن او رابيد ايجكشن، ودي رابيد فيلينج او ماكسيموم فيلينج. فاكرين يا اولاد في الرابيد ايجكشن لما قلت لكم لما بينفتح الاورتيك فالف والهارت بيقصر اهي، تعالى اوريها لك. لما في الرابيد ايجكشن فيز كل الفنتكل بيقصر عشان يضخ الدم رابيد ايجكشن. من ضمن الحاجات اللي كانت بتقصر البابيلاري ماسل، فاكر كانت بتقصر فتشد الكوردة تنديني فتنزل القص في الاتريوم لتحت، فالبريشر في الاتريوم لما الاتريوم يوسع قوي يبقى البريشر مور نيجاتيف، فده يساعد الفيناستير. كنا قلناها نرجع لمحاضرات الكاردياك سايكل قلناها بطريقه رائعه. يبقى في الرابيد ايجكشن فيز الفنتكل بينقبض عشان يضخ الدم في الاورطه، من ضمن الحاجات اللي بتنقبض البابيلاري ماسل بتقصر فتشد الاحبال دي اللي هي الكوردة تنديني اللي هم التندونز اللي زي الحبال، تشد الكاسبس بتاعت الاتروفنتيكال فالفز تحت فتخلي البريشر في الاتريوم مور نيجاتيف، فده يساعد الفيناستير. لما تاملنا قلنا سبحان الله انقباض القلب مش بس بيساعد الدم اللي خارج من القلب وهو مفهوم حتى ما رسمتهاش، ده بطريقه ما بيساعد الدم اللي راجع للاتريوم اللي هو الاتريال ساكشن، شيء عظيم. في الرابيد فيلينج او ماكسيمم فيلينج فيز اتساع الفنتكل لما بيوسع فجاه بيكريت نيجاتيف بريشر فنتكل، يروح شافط الدم على الفنتكل فيسموه ده فنتريكولار ساكشن. يبقى متى يحدث الاتريال ساكشن؟ في الرابيد ايجكشن فيز. متى يحدث الفنتريكولار ساكشن؟ في الرابيد فيلينج فيز. وقلت التقابل بيخلي الحفظ سهل يا اولاد، دي في الرابيد ايجكشن ودي في الرابيد فيلينج. دي كانت قوات الشفط من فوق، ثوراسيك ساكشن وكاردياك ساكشن. نيجي قوات الضغط من تحت، اهي رسمها لك رسمه حلوه قوي 2 3 4. اهم حاجه ان اول ما حضرتك بتنتفض واقفا مفروض الدم هيقع لتحت، السمباثاتيك بيلحقك بيعمل سمباثاتيك فينو كونستريكشن، بيزيد السمباثاتيك تون للفينز، فيحصل بص ادي الفين بدل ما هو واسع اهو، الفينز اللي تحت السمباثاتيك اهو اللاترال هورن سيلز بتاعت السمباثاتيك باللون الازرق تروح للفين اللي باللون الازرق تعمل لها سمباثاتيك فينو كونستريكشن، فده يقصر الفين فيضخ الدم على فوق. دي اهم قوه. واقول لك معلومه جميله، اقوى فازو كونستريكشن بيحدثه السمباثاتيك، سؤال ام اس كيو هيكتب لك ارتي ارتريول كابيلاري فين، الاجابه فين. اقوى سمباثاتيك فينو كونستريكشن في الفين، وليك فهمت ليه؟ لانه راعي الخلق خالق، عشان اول ما تنتفض واقفا الدم هيقع في الفينز اللي تحت، لا السمباثاتيك هيعمل فينو كونستريكشن عشان خاطر يرجع الدم لفوق.
طب تاني حاجه الماسكور بامب لما حضرتك تنتفض واقفا انت بتقف بايه؟ بعضلات رجليك، فبيحصل كونتراكشن في السكليتال ماسل اللي حوالين الفينز بتعصرها تساعد رجوع الدم ابوردز اجينست جرافيتي. يبقى ماسكولار بامب وسكليتال ماسل لدرجه بيسموا السكليتال ماسل دي البريفرال هارت، على اساس الهارت ده السنترال هارت بيضخ الدم في الارتز. البريفرال هارتس اللي هي الماسلز اوف الليجز بيسموها البريفرال هارتس لانها بتضخ الدم في الفينز، سموها بريفرال هارتس. ومن روائع الخلق والخالق ان ربنا سبحان الله الكمال لله وحده اولاد لا يضيع ولا ذره طاقه، مثقال ذره يهتم بيها ربنا سبحان الله. عشان كده ربنا حط الارتري باللون الاحمر اهي بجوار الفين. ليه؟ عشان تخيل، تخيل ليه الارتري ملاصقه الفين؟ عشان الارتيريال بلسيشن اللي هو النبض بتاع الارتري، ما في فرق في الضغط بين السيستوليك والدايستوليك، هذا النبض الطاقه بتاعته ما تضيعش، تضغط على الفينز فتساعد الفينس تير، تضغط على الفينز فتساعد الفينس تير. يبقى كام قوة ضغط من اسفل يا اولاد؟ ثلاثة. اهمهم السمباثيتك فينو كونستريكشن تون، وقلت ده سؤال ام اس كيو، اقوى كونستريكشن يحدث السمباثيتك في الفينز، ثم انا ما بقف المصل بتنقبض ماسكور بامب، ثم ثالث حاجه حتى اهيف حاجه اللي هو الارتيريال بلسيشن، ربنا حط الارتي مجاور للفين عشان نستنفع الارتيريال بلسيشن. طب ما هو ممكن لما انا اضغط على الفين دي القوة السابعة بقى، بدل ما الدم يندفع الى اعلى يندفع الى اسفل، لا عشان كده ربنا حاطط فالز القوة السابعة. يبقى الفالز بتضمن ان الدم يتجه لاعلى، اهو الفالز الليزرز اللي شارينه من هنا في منتهى السوق، خلاص هنا الفالز يندفع الى اعلى، الفالز تسمح بان الدم يمشي في وان دايركشن. اقول لك معلومه جميله قوي قوي، لا يوجد فالفز غير في الفينز بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت، لكن مفيش ولا فالف في الفينز اللي اباف ذا ليفل اوف ذا هارت. فاهم ليه؟ لانه اباف ذا ليفل اوف ذا هارت الجرافيتي بتساعدنا، بتساعد ارتجاع الدم. معقول ربنا يعوقها بالفالفز؟ لم يضع الله سبحان الله اي فالف اباف ذا ليفل اوف ذا هارت، كل الفالفز موجوده بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت. يبقى دي القوه السبعه اللي هي او السادسه اسف اللي هي الفالفز. يبقى عندي قوتها كده، انا خلصت يا اولاد، قوتها شفط من اعلى اللي هي الثراسيك ساكشن والكاردياك ساكشن، حتى الكاردياك ساكشن فيها ايترال ساكشن وفنتيكولار ساكشن، دول اثنين، وثلاث قوى ضخ من اسفل سمباثيتك فينو كونستريكشن وماسكولار بامب وارتيريال بلسيشن. وبعدين القوه السادسه من يستثمر هذه القوة في اتجاه واحد الفالفز، ويبقى تقسيمه جميله 3-2-1، ثلاث قوى ضخ من اسفل سمباثيتك فينو كونستريكشن تون، سمباثيتك فينو كونستريكشن تون ماسكولار بامب وارتيريال بلسيشن، وقوتها شفط من اعلى كاردياك ساكشن اللي هي ايترال ساكشن وفنتريكولار ساكشن وثوراسيك ساكشن. يبقى دي اثنين وبعدين الفالفز. ويبقى عندي تامل صغير بحب انهي بيه، لاني قعدت اتامل كده ان يا اولاد القوى الستة دول ما هماش بس ثلاثة من تحت قوى ضخ واثنين من فوق قوى شفط ويستثمرهم الفالف اللي هي السادسة لوحدها، ده القوى دي سباق تتابع. طالب قال لي فهمنا اللذة دي، خيال أول ما انتفض واقفا القوى دي بتتتابع بحيث تضمن كل قطر الدم ترجع للقلب، أول ما انتفض واقفا التلات قوى اللي من تحت السمباثاتيك فينو كونستريكشن تون والماسكولار بامب والارتيريال بلسيشن تدفع الدم من ارجلي ناحيه الابدومين. طيب ينزل الدافرام في الانسبريشن يروح زائد دم من الفينز اوف ذا ابدومين للفينز اوف ذا ثوركس، صح؟ ده الثوراسيك ساكشن. وبعدين بعد كده الايترال ساكشن ياخد الدم من الفينز اوف ذا ثوركس للايترم، وبعدين الفنتريكولار ساكشن من الايترم للفنتريكل. ايه الروعه دي؟ يعني قوة بتسلم قوة تسلم قوة لتضمن ان كل الدم من الرئة يرجع للفنتكل عشان يضخوا في السيركوليشن. يبقى هما مش مجرد ثلاثة ضخ من اسفل واثنين شفط من اعلى ويضمنهم الفالفز، ده هما تتابع يا اولاد. الثلاثة قوة الضغط اللي من تحت بتجيب الدم من الفينز اوف ليجز
to the veins of abdomen. يجي ال descent of the frag بينقلهم من veins of abdomen to the veins of thorax. يجي ال atrial suction ياخدهم من veins of thorax to the atrium. يجي ال ventricular suction من الاتريوم لل ventricle. إنه وراء الخلق خالق. قوة عاقلة كاملة نسميها الله. وأستغرب أن يوجد في عالمنا هذا يوجد ملحدون. ده كل حاجة بقولها تلم على أنه ديزاينر رهيب, ديزاينر مش مثالي إنما كامل الكمال لله وحده. إنها ليست ثلاث قوى, ثلاثة ضخ واثنين شفط, واحدة الفالفز ثلاثة اثنين واحد, إنما قوة متتابعة من الأرجل الضخ إلى الأبدومينال فينز ثم الثوراسيك ساكشن من الابدومينال فينز للثوراسيك فينز ثم الكاردياك ساكشن من الثوراسيك فين الاتريال الى الاتريوم والفنتيكول من الاتريوم للفنتيكل. اشكركم على وقتكم واتمنى ان اكون افدتكم وباسعد بلقائكم. ولا تنسوا ولا اكل مسانده اللي اعجب بالكلام وحس انه سهل وبقى لطيف, بلاش لايك, ساند الاطفال من مصابي السرطان. يجازيك الله خيرا في الدنيا والأهم في الآخرة. أكون شاكر جدا. أنا آسف على تكراري بس لن أكل, لأن هذه رسالتي وحتى النفس الأخير هو مساعدة الآخرين. أشكركم 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 على كل مساندة سوف تبدوها. شكرا وأسعد بلقائكم قريبا بإذن الله.